استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له. في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي رسوخ وتاريخية العلاقات الأردنية المصرية خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين الشقيقين، مؤكدا على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة. كما دعا رئيس مجلس النواب الأردني إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية لتكون رافدا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية. تم تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية مصرية، وإن شاء الله ستكون هذه اللجنة مشتركة بين البلدين. علاقتنا مع مصر تاريخية وأبدية. لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هي عبارة عن لقاءات قمم، بنسق دائما قضايا الأمة العربية. عمرها مصر ما كانت تبخل على دعم أي دولة عربية. نتمنى أن نكون دائما بأحسن حال.